بيقول لك ان فيروس كورونا ده اصلا حرب بيولوجية عملتها امريكا عشان توعي اقتصاد الصين. لا ده بيقولوا ان الصين هي اللي عملت الموضوع ده تأديبا لامريكا. لا 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 لا، بيقول لك ان الكورونا ده اصلا عبارة عن غاز سام انطلق من بعض المعامل وما مش فيروس ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب، فيديو جديد. بيقول لك انا جاي النهارده عشان اقول لك ما تقولش بيقول لك. يعني ايه؟ يعني سيادتك نهيت عن اللي انت تتكلم بظن وتنشر الاشاعات. وكلمة بيقول لك دي جي في ما يشابهها نص خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما في صحيح مسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال. أهو قيل وقال، أنت ربنا يكره ذلك، وهنا كراهة الله تفيد التحريم مش الكراهة الاصطلاحية بتاعت أصول الفقه. لا، يكره يعني لا يحب، يعني ده حرام، كما قال الشيخ ابن عثيمين الكراهة هنا تفيد التحريم. يكره لكم، قيل وقال، بيقول الحق اجري اسمع. شفت الاسلام عظيم سبحان الله، حتى دي ما سابهاش. يعني اول ما تلاقي ناس بيقول لك لا الكلمه دي غلط، انا لازم لا اما عارف لا اما مش عارف. اصل انت ممكن تنشرها بيقولوا ان كذا هيحصل، يجي غيرك يقولها بصيغه ان الحاجه دي هتحصل، يجي واحد تالت سمعها من بعد التاني ده يقول والله العظيم الحاجة دي هتحصل. يبقى أنت تسببت في نشر معلومة زائفة انتشرت بشكل كثير أو كبير في المجتمع بسبب عدم الدقة في نقل الأخبار. فأنا ما افتحش باب لنقل الإشاعات، أنا ما اديلهمش فرصة اللي هم يبتكروا إشاعة. لا أخد بالي وما أقولش عارف لا مش عارف. يا اخوانا مش اي حاجه تعجبك عشان مكتوبه على الفيسبوك بشكل منمق وديزاين شكله ظريف شويه بقت معلومه صحيحه. يعني هو المعلومه عشان الديزاين جميل بقت صح. احنا بنقيس الحق بمدى روعه الديزاين. يعني انا بشوف الحق من مصدر صحيح، من صفحه رسميه مختصه، من اهل علم مختصين، مع ذكر الادله، مع ذكر المصادر. انما الله ده مش عارف حاجه في الدين انشرها، طب ممكن يكون حديث مكذوب، يبقى انت تسببت في نشر شيئا محرما. الاحاديث المكذوبه لا تجوز. العاطفه لوحدها مش كفايه، لازم علم مع العاطفه يهذب هذه العاطفه. بيقول لك طبعا النهارده بنشير اي حاجه، والناس اللي هي متخصصه في تفنيد الاكاذيب صفحات معينة كده بيقول لك احنا يعني تعبنا من كتر ملاحقة الإشاعات. وخلي بالك الإشاعات إحدى وسائل الحرب من الأعداء، من وسائل الحروب نشر الإشاعات، لأن ده بتعمل هزيمة نفسية وبتعمل خلل في التيارات المجتمعية في البلد الواحد. فأنت ما تكونش معولا بيد أعدائك، وما تكونش بوقا بينشر ما يريده الأعداء. خليك واعي وخليك ملتزم فعلا، مسلم ملتزم مستقيم. ليه مستقيم؟ لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: كره إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، اللي هو قال العلماء يعني التنطع في المسائل. إنما الأسئلة الشرعية حتى لو كثرت ده شيء كويس، إنما الأسئلة اللي فيها تعمق وتكلف وإضاعة المال زي اللي بيصرف المال في لا شيء أو في سجاير أو في حاجات تضره، ربنا حرم الأشياء الثلاثة دي. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا، يعني بئس ما يعتمد عليه زعموا بيقولوا. شوف كلمة بيقولوا دي طلعت خطيرة ازاي. أرجوكم يا إخواننا احنا مسؤولين، تفتكر أصل أنا يا رب كان نيتي طيبة؟ تنفعش. النية الصالحة أو الطريق إلى جهنم مفروش بالنية الصالحة، ده مش حديث، دي كلمة لها أصول عندنا في الشرع. عندك نية لكن ما عندكش اتباع، عندك ابتداع تعذب. فمش أنا نيتي خير، مفيش حاجة اسمها نيتي خير في الإسلام، لازم نية ولازم حسن عمل. فلازم ثقافتنا تقتدي مننا اللي احنا ننشر الخبر الصحيح، تديننا يقتدي من تديننا. ليه علاقة بنشر الخبر الصحيح؟ نعم، هو الدين بتاعنا كده، مش الدين اللي أصلي وأصوم بس. أهو الرسول نهى عن حاجات معينة لازم تمتثل لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فأعمل إيه؟ أتأكد
اشوف ناس محترمه انقل كلامهم، خلاص انا وثقت فيهم، ومش انا اللي اختار بمزاجي، بسال اهل الذكر هم اللي يقولوا الناس دي محترمه والصفحات دي محترمه انشر منها. انما ابوس ايديكم يا اخوانا، بلاش هدم في البلاد الاسلاميه بسبب العاطفه الزائفه دي اللي هي نشر الاخبار دون تحري، عشان انا خايف على فلان فانا بقول لهم احذروا من الدواء الفلاني، والدواء الفلاني بريء، انت ممكن تتعطل مصالح ناس في ميزان سيادتك يوم القيامه بسبب انك لم تتحرى نشر الخبر. فقيل وقال وزعم، كل الكلام ده مش موجوده في قاموس الانسان المسلم، لان الانسان المسلم بيتحرى ويتثبت ويتبين. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناه. اشوفكم المره الجايه، والسلام عليكم.